أستاذ إلياس سليمان، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في سينما بديلة. أنتم يعني تقومون بعمل رائد، وقد أضيف شاق ضمن مؤسسة الدوحة للأفلام، وهو التأسيس لجيل جديد من السينمائيين في بلد ليست به صناعة السينما، وثقافة المشاهدة أيضا ربما مختلفة، وثقافة المشاهدة يعني لا تقتصر فقط على قطر أو دول الخليج، ولكن في البلاد العربية بشكل عام الناس يعتدون على الأفلام التجارية. ما مدى صعوبة مهمتكم في إطار هذه المؤسسة؟ الصعوبة مش جاي من إنه ما في مشاهدين أو ما في سينما أو ما في، الصعوبة أكثر في كيف تبرمج مشروع من هذا النوع مثل قمرة، وكيف تعمل استراتيجيات إنك تعمل الماكسيموم إنك تساعد مخرجين الجدد. أظن في مشاهدين بالعالم العربي، أظن المشكلة اليوم هي العولمة، والمشكلة هي كل الأفلام التجارية اللي دائما بتطغى على السوق. فتقريبا فيك تقول إنه إحنا اللي عم نسويه ونحاول نسد هذا المد من هاي السينما، ونحاول نعطي سينما بديلة. وبثلاث سنين اللي هي فترة قصيرة جدا عمليا، صار اوريدي في عنا صار في طاقات للسينمائيين وسينمائيات، بالاخص سينمائيات لازم نقول بالعشرينات اللي عم بيعملوا افلام. قلت بالاخص سينمائيات، صراحة انا اللي بسأل هذا السؤال، بس شيء غريب. 90% من المخرجات والمخرجين، فرضنا القطريين، هم مخرجات. أظن عندهم ما يقال يظهر أكثر من الرجال. مبدئياً أظن أنه عندهم حماس أكبر. ليكون عبرتش بتروحين؟ أنا ما كنت مرة رحت، بس خاطري أروح. شو بيقولون؟ جايبين خدمتهم معهم؟ مساعدة ومتابعة مخرجين من المنطقة العربية أو أي مخرجين بالنسبة لكم سيكون يعني له تحدياته الخاصة، لأنك أنت نفسك لم تدرس السينما لفترة طويلة، بل لم تكن تشاهد أفلاما لفترة طويلة. صح، أنا لم أدرس أبدا، أنا تركت المدرسة حتى الثانوية من عمر 16 سنة. بس وين السؤال؟ التحديات لهم هم مش مثلي. لا، بالنسبة لك أنت، يعني كيف أن تضع نفسك في موقف المدرس وأنت كنت ترفض مؤسسة التدريس أو مؤسسة الدراسة؟ أنا لم أرفض، ما كان عندي المال إنه أفوت على مدرسة، كنت فقير. تعرف هي السبب ليش أنا كمان عندي كمان هذا الحب من إنه أعمل هذا النوع من الشغل، وإن أساعد في هذا المجال. أظن جاي من لما أنا كنت أرفض بشكل مستمر، يعني دقيت على ابواب كتير لحتى ابدا اعمل افلام، و دائما كانت الاجوبه رفض، ان كانت في الكلام او كانت في المكاتيب اللي كانت ترسل الي. ف من حب الانتقام صرت اساعد الاخرين. ف بالاساس لانه صعب المجال هاد جدا، يعني انك تجيب تمويل لافلام، بالاساس لانه ما في عندنا تجميع، احنا خصوصا بالعالم العربي عم بحكي، يعني ما في اماكن للامدادات الماليه، ما في اماكن للواحد انه يتثقف سينمائيا بشكل مزبوط. واجت هالفرصه من قطر انه تفضلوا عندنا واعملوا هالشيء، فظبطت تجمعت هناك. We and you only show people what you want people to see. كان إشي جميل. تعلمنا كثير أشياء. Refugees matter because they're people just like me and you. You are beautiful. أنت أيضا كنت في جامعة بيرزيت على ما أعلم، وقمت بتدريب أيضا مخرجين من مناطق أخرى. وقت السوق الأوروبية طلبوا مني انه ابني مثل ديبارتمنت سينما، فكان في علمت كورسين تجريبيات لنشوف شو ردة الفعل. وكان هذا الجيل هو جيل ما بعد الانتفاضة الاولى، يعني ما كانوا شايفين ولا افلام بحياتهم، فبس كانت مثيرة كثير التجربة، كثير حبيت. للاسف اللي سمعته انه ما صار في سينما ديبارتمنت سينما، صار في ميديا.
ميديا بالأساس، لأنه بصير في تعليم تقني أكثر منه تعليم ثقافي وسينمائي بشكل نظري بشكل فلسفي. بس إنه في صار في ديبارتمنت. When a conflict has no end, the only way to keep sane is to embrace insanity. انت بتستريش على حالك. شو اسمك؟ بتعرف شغلي. Award-winning director Ilya Suleman turns absurdity into a way of life. روح على البيت. انت اللي روح على البيت. اعمالك الثلاثة المعروفة، يعني القاسم المشترك بينها هي انها سيرة ذاتية جزئيا في شكل درامي. هل يمكن القول بان الثلاثية اكتملت ام ان لا زال هناك ما يمكن عمله في هذا الاتجاه؟ هذه التسميات اجت من الصحافة. ما الفيلم اللي راح اعمله كمان شوي اذا صار من التسميات، يعني من حيث الاحساس. لا الفيلم، انا بقدر اقول لك مش بدون الاحساس بشكل واقعي. السيناريو اللي كتبته للفيلم الرابع هو تكملي للثلاث الباقيين، فما بعرف شو الصحافة راح تقول لما يصير في رابع. راح بطلوا يقولوا ثلاثيات، بس افلامي كلها متصله ببعض لانه فيها شيء جاي على مستوى سرد ذاتي، فما طلعت من هذا الطريق، فبالتالي الفيلم الجاي كمان له علاقه بالفيلم اللي قبله واللي قبله واللي قبله. هل نتوقع نفس الكوميديا السوداء او ربما الجانب العبثي الذي نراه في بعض من اعمالك؟ ان شاء الله. ايه طبعا 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 طبعا. ايه ما انا ما بتطلع على الـ على الـ على الاشياء ما حوالي الا بهذه الطريقه، يعني حتى بالشكل اليومي، فبالتالي ما اتوقعش انه يتغير هذا. اليسي يعني انت يحتفى بك اساسا كمخرج لافلامك الروائيه الطويله المعروفه، ولكنك في بدايه حياتك عملت على افلام طبعاً قصيره، ومنها افلام كان لها يعني صيت وكانت لها متابعه حتى اليوم، لانها كانت تؤرخ لفترات معينه، لا سيما فيلمك عن حرب الخليج. شوف، بين كل افلام الطويله في افلام قصيره، يعني عملت ب 2009 فيلم في كوبا، في سبعه ايام في هافانا. نعم، عملت ب 60th anniversary هنا بالاحتفال الستيني كمان فيلم فيعني لا ما انا بحب اعمل افلام قصيره لانه هي المكان اللي فيك تعمل فيه تجريب بدون كل الحمل الثقيل تبع الافلام الكبيره. لكنك يجب ايضا ان تختزل يعني الكثير من المشاعر والكثير من الافكار في مساحه زمنيه محدده، وهذا اصعب ربما من المساحه التي تتيحها الافلام الروائيه. اي بس هو عمليا اصعب، وبعطيك الحريه كمان كيف تشتغل، بينما الافلام الطويله عندك الوساع بس في هناك ضغط من الانتاج، ضغط من الامكانيات الماديه، ضغط من الوقت. فيعني هي الطريقه بتختلف شوي، بس انا بحب اعمل افلام قصيره لانه بتدخلك في تشالنج رهيب على كيف تحكي اشياء كثير في وقت قصير.